زين سوستا كده، على علشان ده مركز البليه الثانيه اللي هي بليه الترس الكبير ده، ده بيبقى مركزها زي كده. ده مركز البليه الثانيه عشان يقعد جوه على الكون الداخلي. ميلو جبن، ميلو جبن سوست فوتسي يكون قديم مش هتقع مع الشغل، بدل ما يتحط نصين، لانه لما بتيجي تركب الترس هنشوف دلوقتي واحنا بنركب الترس هتبقى دي مخفيه، في وضع المخفيه مش هتعرف، مش هتعرف تشوفها اذا كانت هي قاعده كويس ولا لا. فالطبيعي ان انت عشان تعمل كده لازم تشوف دي هتقعد كويس ولا لا، لان دي المركز بتاع الكون الداخلي للبليه. يعني لو قلنا كده اهو، خلي السوسته كده وقعد كده كده ماشي كده، ايه هات له الهلالتين قعدوا اهم قديم اهم، قعدت كده الهلاله، نزل بس السوسته دي عشان تمسكها، هي بتبقى عليها اصلا السوسته. بص هو بيعمل ايه، بص يعني لف ده كده وده كده من المشوينه طلتهم على اللي هم المشويين طلتهم هي بس هتقعد كده. دي لينا تركب علشان تحافظ على مركز البلي. دي لا بنسى ركشي دعم كده، باتت بيتة في مركزها، ادي الترس فوق سنة بوش تمام تمام كده. بيسقط يعشق في الترس اللي تحت، لو انا جيت الف ده مش هيلف لانه خلاص عشق، عشان لازم يلف ده مع ده، لكن انا لو عملت كده بقى حر. بعد كده هنشوف ازاي بينقل الحركه من الترس ده للترس اللي فوق او بينقل مع الترس. بس كده نعم ده مركز البلية، ده الترس بيعشق. دي الحركة الضعيفة او الحركة السريعة في المجموعة الشمسية بتاعتنا. كده يديني السريع، كده يديني البطيء، كده السريع ده البطيء. الله نور. الحكمة
خفي خفي. اه ما احنا بنعلق بنقعد نندع وانت ما بتسمعش. طب هات لي الورش. كل ما اروح لك ما لقيتش في الورش. كده من غير تعشيق الترس الكبير العمومي تقدر تصور من جوه كده في وضع المور. ولو خدنا بالنا هنلاقي ان المواتير الهيدروليك تروس القائد بيلفوا في نفس الاتجاه. بنتي ايه كده بعشق كده. انا عشقت الترس ده. اهو هنا القائد ده. القائد ده القائد بيلف في نفس الاتجاه. لو انا سبته وعشقت الترس لتحت كده الترس هنا بقى فري. والمفروض ان اللي بيتحرك الترس الكبير اللي هو بيدي زوم سرعة قطع لان القائد الترس تحت الصغير هو اللي بيزق. لما بحاول الحركة الترس بتاع القائد الكبير هو اللي بيزق زي ما احنا شايفين كده. كده الترس ده فري. على فكرة هو كده بيلف محكوم من غير لسه ما احط البلي اللي فوق اللي احنا هنشوفه في المرحلة التانية. انت بتتكلم دلوقتي ان انا قادر الف لك جير بوكس التورك بتاعه طن و250 1250 نيوتن بسرعه 252 لفه في الدقيقه. السرعه السريعه. اوكي غير زيت. بص ده من غير زيت. الله ينورك.